لتحضير كريم باتيسير بالشوكولا نحتاج 2 معالق من بودرة الكريم باتيسير، نصف لتر من الحليب السائل، ملعقة صغيرة من الزبدة، سكر حسب الذوق، علب من ياغورت شوكولا، وملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو. يفرغ الحليب في طنجرة أو كاسرون، يضاف أيضا بودرة الكاكاو كما هو واضح. تضاف بودرة الكريم باتيسير الملعقة الأولى، تضاف الملعقة الثانية، يضاف السكر حسب الذوق تقريبا 4 معالق كبيرة. نحرك الكل جيدا بمضرب يدوي. حتى يذوب السكر، يضع الكل فوق النار حتى يغلي مع التحريك المستمر حتى يصبح خليط كثيف بمعنى ثقيل. تضاف له ملعقة من الزبدة. يحرك الكل جيدا حتى تذوب. دائما نستمر في التحريك. تضاف علب الياغورت، أنا استعملت 4 من الحجم الصغير، يمكن استعمال علبتين من وزن 90 غرام في الواحد. دائما نستمر في التحريك، وبهذا نحصل على كريم باتيسير بنكهة الشوكولا صالحة للتدين أو الأكل. تستعمل التورتات أو الكيك أو تدخل الثلاجة حتى تبرد ثم تقدم باردة.